امرأة في إحدى البلاد، لعله ذاك الوقت ما كانت بلدة كانت قرية، في ليلة من الليالي ترى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يعطيها قرآن مذهب. بعد فترة يولد لها مولود. إحنا عندما نريد أن نحمل القرآن ماذا نفعل؟ عادة نتوضأ. ما كانت تحمل هذا الطفل أو ما كانت ترضع هذا الطفل إلا وهي على وضوء. قضية جدا معقدة، الأمهات يعرفن ذلك. في يوم من الأيام جاءوا وقالوا لها هذا ولدك تحول إلى المرجع الأعلى للشيعة في العالم. فقالت أنا كنت أتوقع أكثر من ذلك، فوق المرجع الأعلى. عندما ماتت هذه الأم، هذا الطفل اللي تحول إلى المرجع الأعلى، وفي ذاك الوقت كان المرجع الأعلى في حياته، كان يذهب إلى قبرها ويجلس عند قبرها ويجهش بالبكاء، يعني يبكي بصوت عال عند قبر والدته. قالوا له شيخنا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه المعروف، اللي الآن هو محور الحوزات العلمية 200 عام تقريبا، وين ما ترحون في النجف في قوم في مشهد، قال الشيخ الأنصاري، كانوا يقولون له شيخنا مو مناسب، أنت المرجع الأعلى تجهش بالبكاء تبكي بصوت عال، مقامك مو مناسب لهذا. قال إن كان لي مقام كما تقولون فإنما هو من بركات هذه الأم.